في كثير من الكلام ينتشر بين الناس عن مواضيع التغذية والتمرين ومواضيع التخلص من الدهون وغيره، مثل انه اكل العيش ممكن يطلع لك كرش، او انه بعض التمارين المعينة ممكن تساعدك تتخلص من الدهون في منطقة معينة. وفي رمضان ناقشت عدد كبير من هذه المعلومات المنتشرة بين الناس ووضحت لكم اذا كانت حقيقة ام خرافة. ولانه عدد كبير من الناس استفاد من هذه المعلومات وصححت مفاهيم خطأ عندهم، حبيت اني احط لكم في هذا الفيديو اهم 9 مواضيع ناقشتها في رمضان واللي منتشرة بين الناس وممكن تكون حقيقة او ممكن تكون خرافة. هذا الفيديو اعتبره لك كمرجع، كل ما يناقشك حد على واحدة من الخرافات المنتشرة ممكن تراويه هذا الفيديو. فسواء انت حاليا جالس وتشوف هذا الفيديو او انك جالس تعمل اي نوع من الرياضة مثل المشي وتشوف هذا الفيديو، استمتع بالمعلومات القادمة. يعطيكم العافية، كوتش محمود معاكم، مرخص من المؤسسة الدولية لعلوم الرياضة وموجود هنا عشان أساعدك تحرق الدهون وتبني العضل. فإذا كان هذا الشيء يهمك لا تنسى أنك تعمل سبسكرايب للقناة عشان ما يفوتك أي جديد. والحين بدون ما أطول عليكم ننتقل للمواضيع 9 المنتشرة بين الناس وخلينا نشوف إذا كانت حقيقة أم خرافة. رجيم الكيتو يضعف اسرع من اي نوع اخر من الرجيم، هل هذا الكلام حقيقه ام خرافه؟ الشخص لما يبدا يتبع نظام الكيتو يقلل بشكل كبير جدا من كميه الكربوهيدرات اللي ياكلها، وبالتالي خروج السوائل يكون ايضا بشكل كبير من الجسم بحكم ان الكربوهيدرات تساعد في تخزين السوائل في العضله. فاول ما تبدا الكيتو بتلاحظ ان وزنك على الميزان نقص بشكل كبير، والسبب في هذا هو فقدان السوائل الكبير بسبب نقص الكربوهيدرات. الشيء الثاني اللي يصير لما الناس تبدا كيتو تبدا تركز اكثر شيء على مصادر البروتين والدهون، بالتالي وبشكل غير تلقائي تبدا تاكل اقل من احتياجها من السعرات الحرارية، فيستمر نزول الوزن. بس لانه هذا النظام صعب انك تستمر عليه طول حياتك، معظم الناس اللي يطبقوه يوصلوا الى مرحلة يتخلوا عنه ويبدأوا يرجعوا ياكلوا بشكل طبيعي ويدخلوا الكربوهيدرات مرة ثانية في اكلهم. السوائل اللي راحت راح ترجع، وبالتالي زيادة الوزن الاولى راح تكون كبيرة، وراح يستمر زيادة الوزن بحكم ان العادات الغذائية عند الشخص ما تصلحت وبيرجع ياكل الاكلات العالية بالسعرات فوق احتياجه، وبالتالي زيادة كبيرة في الوزن. فالكيتو ما سحر. شفت فئة الناس اللي لما تخلص تمرين الرجلين تحصلها مستلقية على الأرض من التعب؟ أو واحد مخلص تمرين رجلين ويسوي نفسه إنه يعرج على أساس إنه تمرن بقوة؟ وعاد سواء كان هذا تمثيل أو حقيقة، خليني أخبرك إنه عشان تبني عضلاتك سواء عضلات الرجلين أو أي عضلات في الجسم ما لازم توصل إلى هذه المرحلة. بالنسبة للناس اللي تلعب طبيعي عضلاتك راح تنبني حتى لو ما وصلت إلى مرحلة الفشل العضلي في كل جولة تلعبها. أساساً ما لازم توصل مرحلة الفشل العضلي في كل جولة لسببين. السبب الأول إنه ممكن يأثر سلبياً على حجم التمرين الكلي لباقي التمارين. والسبب الثاني لازم توازن بين مستوى الإجهاد اللي تحطه على العضلة وبين مستوى الاستشفاء اللي عندك. فإذا أنت كل يوم تجهد العضلة للوصول إلى مرحلة الفشل العضلي صعب جدا أنك تحقق الاستشفاء المطلوب، وبالتالي راح تحصل نفسك في دوامة من كثرة التمرين بدون أي نتيجة. ومرة ثانية أركز إنه هذا الكلام ينطبق على الناس اللي تلعب طبيعي. فنعم التمرين مفروض إنه يكون شديد، لكن بشدة معينة تناسب مستوى الإجهاد المطلوب منك وليس الشدة اللي راح تطيحك على الأرض. فإذا تمرينك غير مفيد إذا ما تعب، نص خرافة ونص حقيقة. أها، إذا لعبت كارديو 3 مرات في الأسبوع ولعبت الحديد 4 مرات، هذا معناته بنزل نص كيلو في الأسبوع، إذا خليني ألعب 6 مرات كارديو وألعب 6 مرات حديد عشان أضعف أسرع. زيادة الرياضة بتجيب لك نتائج أسرع؟ والحقيقة أن الجواب يعتمد عليك. إذا كنت أساساً تلعب الرياضة بكمية قليلة وجسمك عنده القدرة أنه يعمل أكثر ومع هذا يعمل استشفاء مناسب، هنا نعم، هنا ممكن بالفعل زيادة رياضتك تعطيك نتائج أسرع، خاصة لما التغذية تكون مناسبة للهدف. أما لو تضبطت تغذيتك على هدف معين ورحت مرنت بناء على هذه التغذية، زيادة التمرين في هذه الحالة ما راح تعطيك أي نتائج أكثر من اللي أنت تريده، وبالعكس في البداية ممكن تنقصك كم كيلو زيادة، لكن على المدى البعيد راح تحس نفسك تعب، قوتك العضلية نقصت، وصار الالتزام بالرجيم أصعب وأصعب. فكر في طاقتك للرجيم كأنها معاش شهري، في البداية تقدر تصرف كمية كبيرة منها، لكن على نهاية الشهر ما راح يبقى لك شيء. ونفس الشيء بالنسبة لطاقتك للرجيم، إذا في البداية بديت رجيم قاسي ولعبت رياضة بكمية عالية جدا، ما راح تقدر تستمر للمدة المطلوبة عشان توصل لهدفك. فإذا زيادة الرياضة تعطينا نتائج أسرع وأفضل، خرافة. الزيادة ما معناها أفضل. كم مرة رحت عيادة من عيادات الدايت المنتشرة وقال لك أخصائي التغذية أنك لازم توصل وزن معين عشان يصير وزنك مثالي وبالتالي جسمك يصير بشكل مثالي، وتفاجأت أنك لما وصلت هذا الوزن ما راضي عن جسمك في المراية وبالعكس في ترهلات وتحس أن الرقم على الميزان نزل صح لكن الشكل للأسف غير مرضي أبدا. فالحقيقة هي شكل الجسم يعتمد بشكل كبير على توزيعة الدهون والعضلات، وإذا كانت نسبة الدهون في جسمك مرتفعة أكيد بتكون في ترهلات وأكيد بتشوف جسمك ما مشدود. والعكس صحيح، إذا كانت نسبة دهونك أقل والعضلات كانت أكثر وحتى لو كان وزنك فوق الرقم المثالي بين قوسين، راح تلاحظ ان شكل جسمك يكون افضل بكثير. واذا انت كنت رجل وبالفعل تريد تشوف جسم مثالي، فنسبة دهونك لازم تكون بين 8 الى 15%. اما لو كنت انثى، فنسبة دهونك تكون من 18 الى 23%. فاذا راح تحصل الجسم المثالي لما وزنك يصير وزن مثالي، خرافة.
تريد انك تتخلص من الخفسات، العب التمارين ثلاثة هذه كل تمرين دقيقة. التمرين الاول تعمل سكوات بوزن الجسم ولما تخلصي تقحمي. التمرين الثاني تعمل قحمة من اليمين الى اليسار. والتمرين الثالث تركض مكانك 60 ثانية. فقط الثلاث دقائق هذه وبيروح الخفسات. لحظة، صدقتي هذا الكلام؟ لانه ما في اي تمرين ممكن يخلصك من جزء معين من الدهون. الدهون عشان تتخلصي منها لازم يكون في نظام غذائي يساعدك انك تاكلي اقل من احتياجك، وبالتالي الجسم يضطر انه يحرق دهون. واحدة من الاماكن اللي بيحرق منها دهون هي الدهون المجمعة على جوانب الفخذ اللي تعرف بالخفسات. فلا تتوقع ان ثلاث تمارين كل تمرين دقيقة لمدة اسبوع راح يخلصك من الخفسات، لانه هذا الشيء مستحيل يصير. وللأسف في كثير من الناس يبيعوا منتجات وبعض التمارين اللي بتساعدك تتخلص من الخفسة، بس مرة ثانية لا تصدقيهم وتحذري من اي حد يخبرك انك تتخلصي من مشكلة كبيرة بكل بساطة. ثلاث تمارين في ثلاث دقائق، وين عايشين نحن؟ كان كلنا بنكون ضعيفين ورشيقين. فاذا موضوع تمارين الخفسة للتخلص من الخفسة خرافة. أكلت عيش؟ لا لا لا، ورحت تنام بعدها؟ أنت مصيرك الكرش، أنت بيطلع لك كرش 3 أمتار على قدام وما بيروح إذا ما وقفت هذه العادة. كلنا سمعنا مثل هذا الكلام، بس هل هذه حقيقة أم خرافة؟ العيش أو الرز مجرد مصدر للكربوهيدرات، وكلنا نحتاج الكربوهيدرات كمصدر للطاقة في أجسامنا، فنحتاج ناكل كربوهيدرات بشكل يومي. المشكلة اللي تحصل إنه لما ناكل كربوهيدرات فوق احتياجنا، بحيث سعراتنا الحرارية اليومية اللي ناكلها تصير أكثر من احتياج جسمنا اليومي. هنا تبدأ الدهون تتخزن، لكن إذا أكلت العيش بكمية كافية من ضمن احتياجك اليومي، ما راح تصير لك أي مشكلة، حتى لو راح بعدها. سالفة انه والله الجسم ينام فما يهضم الاكل زين وبالتالي يخزن دهون، كلها خرافة. وبالعكس احساس الجسم بالنعاس بعد اكل مصدر الكربوهيدرات شيء وارد جدا، وفوق هذا احساس الجسم بالنعاس وقت الظهر من ساعة 1 إلى 3 شيء طبيعي وجزء من عمل الساعة البيولوجية في الجسم. فاذا من اليوم رايح اي حد يقول لك العيش يطلع كرش او النوم بعد الاكل يطلع الكرش، حط هذا الفيديو في وجهه. ما خالد قلت بتبدأ رجيم بس اشوفك ما بديت. ايوة يا اخي كوتش، بغيت اني ابدأ رجيم بس مشكلة انا مدمن على شاي الكرك، وسمعت ما تقدر تنقص وزنك اذا يوميا تشرب شاي كرك، هل هذا الكلام صحيح؟ والحقيقة انه نعم، شاي الكرك فيه سعرات حرارية جاية معظمها من الحليب والسكر، بس هذا ما معناته انك ما تقدر تشربه بشكل يومي ومع هذا تضعف. كل اللي عليك تعمله انك تتأكد انه شاي الكرك اللي تشربه يوميا سواء كان كوب او كوبين يدخل من ضمن احتياجك للتغذية من الكربوهيدرات والدهون، لانه الحليب المستخدم في شاي الكرك كامل الدسم وبالتالي فيه دهون وايضا في كربوهيدرات ونسبة بسيطة من البروتين. وكمية السكر في كوب واحد من شاي الكرك تختلف، إذا عملته في البيت ممكن تتحكم فيها، أما إذا أخذتها من مطعم ففي العادة ممكن يكون من 2 إلى 4 ملاعق صغيرة، يعني من 8 إلى 16 جرام من السكر اللي هي 8 إلى 16 جرام من الكربوهيدرات. فالكوب الصغير من شاي الكرك بيكون بين 130 إلى 200 سعرة حرارية بالكثير، وهذا ممكن بكل بساطة تدخله من ضمن احتياجك اليومي. فإذا ما تقدر تنزل وزنك إذا تشرب شاي الكرك بشكل يومي، خرافة 100%. استمتع بالشاي وفوق هذا اضعف. ليش تتمرن؟ اول ما بتوقف عضلاتك اللي بنيتها بتتحول دهون وشكل جسمك بيصير اخس. كم مره سمعت هذا الشيء من واحد يحاول يحبطك لما تبدا التمرين؟ بس هل بالفعل العضلات تتحول لدهون اذا وقفت من التمرين؟ لازم تعرف ان العضلات نسيج مختلف عن النسيج الدهني، ومستحيل انه عضله تتحول دهن، ولكن لما تتوقف عن التمرين عضلاتك راح تقل. للاسف ايوه راح تقل اذا ما استخدمتها. واللي يصير مع معظم الناس اللي وقفوا تمرين شهيتهم تظل مرتفعه وبالتالي يظلوا ياكلوا اكل مثل ما كانوا ياكلوا ايام التمرين، بس ما في تمرين فالاكل هذا صار فوق احتياجهم، ولما تعطي جسمك أكل فوق احتياجه إيش اللي يسوي؟ يخزن دهون، فبالتالي العضلة صغرت والدهون زادت لأنك ما راعيت التغذية. إيش بتكون النتيجة؟ جسم مترهل طبعاً. بس هل هذا معناته إذا ما تمرنت بتترهل؟ لا، ممكن إذا قطعت التمرين وفكرت إنك ما تتمرن أبداً تحافظ على الأقل على تغذيتك عشان ما تزيد الدهون وبالتالي ما تترهل. فإذا عضلاتك تتحول إلى دهون إذا توقف من التمرين، خرافة 100%. إذا تحس بالجوع في رجيمك معناته رجيمك غلط ولازم تشوف رجيم ثاني يخليك تضعف بدون ما تحس بالجوع، هل هذا الكلام صحيح أم خرافة؟ والحقيقة أنه في فئتين من الناس، الفئة اللي نسبة دهونها عالية جدا ولازم تنزل بالوزن، في البداية في بداية الرجيم راح تواجه نوع من الجوع، وهذا شيء طبيعي ورد فعل طبيعي للجسم لما تعطيه سعرات حرارية أقل عن احتياجه، بيرفع من مستوى هرمون الجوع وبتحس بالجوع، بس لهذه الفئة من الناس بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين راح يتعود الجسم إلى أن يوصل إلى نسبة دهون منخفضة جدا. أما الفئة الثانية من الناس اللي أساسا نسبة دهونها ما عالية وحابة تنشف دهونها الى اخر مراحل النشافة، مثل هذه الفئة من الناس اساسا اكلها بيكون قليل فهرمون الجوع بيرتفع، وفوق هذا لانه نسبة دهونهم اساسا قليلة كثير ارتفاع هرمون الجوع بيكون اكثر واكثر، وهذا شيء طبيعي لما ياكلوا اقل من احتياجهم. فاذا احساسك بالجوع خلال الرجيم رد فعل طبيعي للجسم، واكيد في اساليب وتكنيكات ممكن تقلل من هذا الجوع، بس هذا ما معناته انه الجوع يساوي رجيم خاطئ.
أتمنى أنك تكون استفدت من هذا الفيديو وصحح عندك أفكار كثيرة كانت خطأ في السابق. لا تنسى أنك تعمل لايك للفيديو إذا بالفعل استفدت منه، وشاركه مع شخص لا زال يعتقد أن هذه الخرافات صحيحة. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم في فيديو جديد، ويعطيكم ألف عافية.